لماذا نشعر بالشبع بعد شرب القهوة وليس الشاي؟ غالبا ما يشعر محبو أو شاربو القهوة بهذا الشعور، امتلاء البطن نسبيا والشبع بعد شرب القهوة، أي نوع من القهوة تقريبا. في المقابل لا يشعر هؤلاء بشعور نفسه عند تناول الشاي، فلماذا هذا الفرق رغم أننا نتناول كلا المشروبين لما فيهما من كافيين، تلك المادة المنبهة المهمة لكثير من البشر حول العالم؟ الكافيين والشهية. السؤال المنطقي الأول هنا، هل للكافيين علاقة بالشهية مثلا؟ بمعنى هل هناك علاقة بين الكافيين وبين الإحساس بالشبع أو امتلاء المعدة؟ لأنه لو كان الأمر كذلك لكان من المفترض أن نشعر بالإحساس نفسه بالشبع عند تناول الشاي أيضا، لأنه يحتوي على الكافيين هو الآخر. في البداية علينا أن نعرف ما هو الكافيين. الكافيين هو مادة كيميائية تنتمي لمجموعة المنبهات الطبيعية والتي توجد بشكل شائع في نباتات الشاي والقهوة والكاكاو. يعمل الكافيين عن طريق تحفيز الدماغ والجهاز العصبي المركزي، مما يساعدك على البقاء يقظا ويمنع ظهور التعب. والمنبهات هي فئة من العقاقير والمواد الكيميائية الطبيعية أو المخلقة التي تحفز الجهاز العصبي المركزي للجسم، والذي يشمل الدماغ والنخاع الشوكي. عملية التحفيز هذه تحدث من خلال زيادة مستويات الكاتيكولامينات، وهي عائلة من المواد الكيميائية التي تتضمن مواد مثل الدوبامين والأدرينالين. الدوبامين يوجد في الدماغ وهو مسؤول عن تحفيز حالة المكافأة والانتباه للإنسان، والأدرينالين هو الهرمون الذي يفرز في الدم في حالات التحفز والخطر. من خلال زيادة مستويات الكاتيكولامينات يمكن للمنشطات أن تزيد مؤقتا من مستوى طاقة الشخص ويقظته، لكنها تسبب أيضا تغيرات أخرى في الجسم. من أبرز هذه التغيرات تلك المتعلقة بالجهاز الهضمي للإنسان، والتي تسبب قلة حركة الأمعاء وخفض عملية هضم الطعام. الكافيين والجهاز العصبي. حتى نكون أكثر دقة، فإن الكافيين ضمن عائلة من المنبهات التي تسمى الزانثين، وتختلف آلية عمل الكافيين عن العديد من المنبهات لأنه ينتج تأثيرات منشطة ومنبهة عن طريق تثبيط نوع من المستقبلات في جسم الإنسان تسمى مستقبلات الأدينوزين. يعتقد أن مستقبلات الأدينوزين هي المحرك الرئيسي للنعاس والنوم. مستقبلات الأدينوزين هذه متعددة الأنواع، وأحد أنواعها الذي يسمى الأتنين A يتسبب في تقليل تأثير الدوبامين في الجهاز العصبي المركزي، وبالتالي فإن الكافيين الذي يعمل مضادا لمستقبلات الأدينوزين يساهم في زيادة تأثير الدوبامين في الجهاز العصبي المركزي. هذا ما وجده العلماء بالفعل في أبحاث أجريت على بعض الحيوانات، لكن ما تزال الآثار المترتبة على البشر غير معروفة بدقة. اعتمادا على نوع القهوة التي تشتريها أو الطريقة التي تتناول بها قهوتك، قد ينتهي بك الأمر إلى حدوث الانتفاخ. والإنسان بشكل عام في حالات الانتفاخ لا يحب تناول الطعام، ويشعر بحالة من عدم الرغبة في الأكل. حتى الأنواع الصحية للقهوة لا تضمن بالضرورة عدم انتفاخ المعدة على الأقل بعد وقت قصير من شربها. لاحظ أن القهوة تحتوي على كربوهيدرات وزيوت ومواد شمعية، وهي مواد ثقيلة على المعدة نسبيا، ويمكن أن تعطينا ذلك الإحساس بالامتلاء. في المقابل فإن الشاي لا يحتوي على أي من هذه المواد، بل يحتوي على مواد خفيفة. حتى إن الزيوت فيه من نوع الزيوت الطيارة التي تتبخر بسهولة، وليست من الزيوت الثابتة مثل تلك الموجودة في القهوة. بشكل عام فإن عدد الأشخاص الذين يتعرضون لهذا الانتفاخ نتيجة شرب القهوة نفسها هم أقلية. لذلك إذا كنت تتساءل عن الأسباب الأخرى المرتبطة بالانتفاخ نتيجة شرب القهوة، فيمكنك التفكير فيما تضعه في قهوتك. تقول الكلية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي إن العديد من الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز يشعرون بالانتفاخ بعد تناول الحليب أو الكريمة. منتجات الألبان من بين الأطعمة التي تسبب الانتفاخ لبعض الناس لأنها تتسبب في تكون غازات في الجهاز الهضمي. إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز، فقد يكون من الأفضل استبدال حليب الصويا أو حليب جوز الهند أو أي منتج آخر غير مشتق من الألبان بالكريمة والحليب.